طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. النهارده هنتكلم عن سبل السعاده الزوجيه، فاحنا هنتكلم في بدء الامر عن بعض المشاكل اللي بتواجه لكل من الزوجين. اول المشاكل اللي بتقابل لكل من الزوجين ان الزوج سواء الزوج او الزوجه لو كانوا بيعملوا طبعا اكل الشغل او العمل بتاعتهم ينقلوها الى البيت، مع ان المفروض ان كل زوج او زوجه انتهى من عمله هو بيذهب الى بيته للراحه، لان البيت سكنا وراحه وليس لمشاكل وجلب مشاكل الشغل للبيت. يبقى اول شيء ان احنا لابد احنا نعمله لما اخرج من شغلي من عملي وذهب الى بيتي لمكان الراحه لابد ان كل واحد من الزوجين اذا كانوا بيعملوا ان هم يتركوا مشاكل العمل بتاعتهم في العمل، وما يجيبوش مشاكل العمل في البيت، لان البيت ده مقر للراحه والهدوء. لا ينبغي توبيخ الزوج لو نسي او قصر في شيء، لانه طبعا وراه مشاغل، ولابد ان الزوجه احنا كل ده بنقول الزوجه ما في امال في الزوجه دلوقتي كل واحد هنشوف اللي بيعمله. يبقى مش اول حاجه من عشان تجلبي السعاده الزوجيه الى البيت، او انت زوج تجلب السعاده الزوجيه الى هذا البيت، لابد انك الشغل للشغل والبيت للراحه وللسكون ولمراعاه الاسره. وينبغي ان الزوج يوبخ الزوجه لو قصرت في عمل المنزل، لان طبعا احنا عارفين الزوجه بتبقى عليها حمل ثقيل جدا في تربيه الاولاد وفي تنظيف البيت وفي ترتيبه. ولابد ان هي ده تثير مشاعر زوجها. يبقى دي من ضمن اول المشاكل اللي احنا ان شاء الله باذن الله لابد ان نتفاداها في وجودنا في البيت. بعض عادات الازواج تثير غضب الزوجات، يعني الزوج وعدم تحب زوجته يعني او استقبالها، وهكذا بالنسبه برضه للزوجه. او ليه عاده مثلا ان هو يحب يقعد على القهوه، بيحب يقعد يعني مع اصدقائه. دي بعض العادات اللي هي ممكن تثير الزوجه. ونفس الكلام لو زوجه منشغل عن زوجها مثلا بمشاهده التلفاز او بالحديث مع اصدقائها، برضو دي من العادات اللي لابد ان كل من الزوجين يفهموا ان هذا البيت مخلوق للألفة بين الزوج والزوجة، ولابد ان كل منهما يهتم بالآخر ولا ينشغل عنه. اختلاف الاتجاهات بين الزوجين، طبعا احنا عارفين ان ربنا عز وجل خلق البشر برغم كل شيء وفيهم اختلاف، واختلافهم فيه رحمة. فلابد ان كل من الزوج وزوج الصوت مسموع بالظبط ولا حاسس انا بكلم واحد؟ ها؟ طبعا احنا عارفين في ضمن اللي احنا خدناه في ضمن البرمجه اللغويه العقديه، احنا خدنا ان كل انسان له خصائص وعادات وتقاليد اللي هو اتربى عليها. فكل من الزوج او الزوجه اذا كان في بدء الزواج هي جايه من بيت مختلف وهو جاي من بيت مختلف ولهم طباع وعادات مختلفه، فلابد ان يتفاهم بينهما انه سوف يقبل على شيء مختلف، فلابد ان يتفاهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يتفاهم مقدار الاختلاف بينهم وبقدر المستطاع يحاول كل منهما التقرب إلى الآخر لكي يقربوا وجهات الاتجاهات بينهم. عليكم السلام ورحمة الله.
ينبغي مراعاة الذوق العام، يعني كل من الزوج والزوجة كل واحد له ميول واتجاهات وذوق. يعني مثلا الزوجة لو مش شارب فستان وهي بتهوى مثلا لون الفستان ده، والزوج يقول لها لا لون الفستان مثلا الحب والكلام الطيب، أو يدي لها بسبب ان هو عدم تقبله للشيء الذي لا تريده. بالصبر لابد من كل من الزوج والزوجه يصبروا على كل ما يريدون في الحياه، يعني كل واحد منهم شيء او بيريد شيء لابد ان يصبر حسب احتياجات كل انسان. دليلك الى السعاده الزوجيه قبل أن يبدأ الإنسان الزواج، لابد أن يحدد هدفه من الزواج. حدد هدفك من الزواج، أنت بتتزوج ليه؟ طبعاً إحنا عندنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرء الأربع. ها؟ حد من الرياضة قاعد حافظهم؟ ها؟ ها؟ طيب يلا أستاذة راولة، ها؟ تنكح المرأة الأربع، إيه هما؟ ها؟ يلا معايا رواد القاعة، أنا مش هتكلم، أنا عايز بجمالها، ها، وبحسبها، ها، ونسبها، جميل، ها، وإيه تاني؟ ها، فاضل واحدة، إيه بقى؟ ها، وذات الدين، وراح النبي أعقب هذا الحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني الغرض من الزواج انا باخد امراه جميله ما فيش مشكله ماشي، ولكن برضه النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا قال: اياكم، ها، اياكم وايه؟ وخضراء الدم. قال: وما خضراء الدم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: المراه الحسناء في المنبت السوء. يبقى لازم واحده جميله ويكون في اسرتها او في منبت في منبت البيت طبعا سيء او سلوك ماشيين، ده يبقى لابد ان احنا عندي حاجه احدد الهدف. طبعا لو في جمال جميل بسم الله ما شاء الله مش مشكله، لو في حسب ماشي، في نسب جميل، طب ايه تاني؟ ها، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين بقى نشوف ايه؟ في حاجه احنا بنقولها في العصر الحديث: التكافؤ الثقافي والتكافؤ الاجتماعي بين الزوجين. لابد ان يكون التكافؤ الثقافي والتكافؤ الاجتماعي لانه من اسباب سبب الفرقه بين كثير من الزوجات. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يبقى دليلك الى السعاده الزوجيه اول حاجه قبل ان تبدا الزواج حدد هدفك من هذا الزواج. انت بتتزوج ليه؟ طيب ها، حد يقول لي والعادات والتقاليد جميل استاذ رضا بسم الله ما شاء الله عليك. وعليكم السلام ورحمه الله. طيب يبقى انا هقول لكل واحد من رواد القاعه دلوقتي يحدد لي هدف واحد يقوله لي من اهداف الزواج. هدف ديني ماشي كويس، يبقى انا الهدف من الزواج ان بناء بيت على الانسان، انجاب ذريه تعبد الله في الارض، جميل، هدف اجتماعي جميل اللي هو طبعا اللي هو تكاثروا تناسلوا فاني مباح بكم الامم، جميل. هدف الجنس طبعا الهدف الرئيسي جميل، ده دي طبيعه، ده طبيعه، لكن ما يكونش هو الهدف الاساسي، لان لو هدف ده الاساسي تبقى البنت هيتقام على يعني هنقول العياذ بالله. طبعا الدين جميل بسم ما شاء الله، استاذ عمرو بسم الله ما شاء الله عليه، ها، استاذ عمران. يبقى عندنا اول شاب او كل فتاه او كل رجل او كل امراه تقبل قبل ان تقبل على الزواج تحدد هدفها من هذا الزواج. ولو جعلت هدفها لله تعالى كان هذا الزواج باذن الله تعالى هو بركه ويثمر ثمره طيبه باذن الله. اصفر بذات الدين. لماذا ذات الدين؟ لانه من ادرك دينه او علم دينه، ها، لانها من ادركت دينها وعلمت دينها صارت زوجها وصانت بيتها وصانت اولادها وحافظت عليهم واتقت الله فيهم. يبقى عندنا من ضمن قبل الزواج اصفر بذات الدين. ثاني حاجه الودود الولود الوعود، يعني لابد يكون تاخد واحده طيبه النفس، طيبه تكون
طبعا احنا عندنا في الزواج عقد الزواج بيحللوا للزوج والزوج له اللي يطمئن كل منهما على انه سوف ينجب او يبقى عندنا الزوج والزوجه، لابد ان يختار الزوجه او الزوج سواء الزوجه او الزوجه كل منهما ردود وولود وعود اللي هينا السهله، لابد ان تاخد الطيور زي ما هنقول ايه ولد. طيب كده ده اول حاجه قبل الزواج، رزقنا الله واياكم الخير كلها ورزق ابنائنا جميعا. العابده المطيعه الطاهره العفيفه، اياك وهؤلاء، ايه هم بقى هؤلاء؟ ها يبقى من ضمن قبل ان اتزوج احدد الهدف الاول من الزواج، اصفر بذات الدين، اخذ الودود الولود اللهينه اللينه السهله، العابده المطيعه الطاهره العفيفه ماشي، حسنه الخلق صابره، التكافؤ طبعا التكافؤ في سواء في العلم او التكافؤ في النسب او التكافؤ في الاجتماع، والتقارب ان يكون بينهما تقارب. طيب احنا خدنا نديت كتاب المره اللي فاتت، هو الكتاب اللي هو ايه؟ ها الانظمه التمثيليه او النظام التمثيلي ودورها في تكوين الشخصيه. لابد ان كل زوج او كل زوجه تعرف النظام التمثيلي لزوجها، لانها سوف تطمئن او سوف تجد طريقه او وسيله للتعبير او الوصول اليه. يبقى التقارب بينهم، ها لو عرف كل منهما النظام التمثيلي الاخر وعرف طبعا 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 احنا لو انت ادركت الايه الكريمه الطيبون للطيبات والخبيثون للخبيثات، ها والمؤمنون مبرؤون من بين ذلك. طبعا ربنا عز وجل لو حتى لو كان امراه صالحه واخذت رجلا فاسد فالله عز وجل قد يصلحه على يديها، او لو رجل صالح واخذ امراه فاسده قد تصلحه على يديها او يصلح على يديها. الله عز وجل لا يفعل الا خيرا. بيكون ابتلاء، طبعا عندنا صور كثيره جدا من الابتلاءات، منها انه جاء واحد الصحابه يشكو زوجته، يشكو امير المؤمنين وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسمع زوجة عمر رضي الله عنه تعلو صوتها أمام عمر، فرجع فلما سئل قال ما بال هذا عمر، زوجته تعلي صوتها عليه، فيعني أنا هين بالنسبة لي. أظن جزاكم الله خير. تمام. لا تخاف، لا تخفي طبعا في بادئ الأمر، طبعا احنا عارفين في موضوع فترة الخطوبة بين الزوج والزوجة كل منهما بيظهر محاسنه ويخفي عيوبه. طبعا لما تبي تقبل على الزوجة لابد أن تصرح زوجتك المقبلة بكل شيء، ها بكل شيء، ها محاسنك ومساوئك، لأنها سوف إن قبلت فسوف تتحمل هذه التبعة. لا تخفي عيوبك عمن اخترتها أن تكون شريكة حياتك. اتفق على كل شيء قبل الزواج حتى لا تكسر بينكم الخلافات بعد الزواج. ومن الاشياء التي يجب الاتفاق عليها ها بشانها طبعا لابد نظام المعيشه، نظام الاولاد وتربيه الاولاد، لان الهدف الاساسي من الزواج هو هذا النشء الذي يخرج الينا. بعد الزواج طبعا خلاص انت اللي زي ما احنا نقول ايه، انت اخذت بطيخه او انت الزوجه خدت بطيخه سواء حمراء او على ما ارضى في الكلمه، يعني هو خلاص ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، وحاول تصلح بقدر المستطاع بعدين انت تقبلته. ها اعلم ان اهم ما ينبغي لك ادراكه هو ان سعادتك في الزواج تتوقف على ما تفعله بعد الزواج. جدد حبك لزوجتك. طبعا احنا معظمنا كثير منا طبعا وان كان يهوى زوجته او يحبها لكنه لا يلفظ هذا اللفظ، لا يتكلم بهذا اللفظ، ما يقولش لزوجته انا بحبك يا زوجتي، يعني لو عملت شيئا طيبا لم يقل لها تسلم ايديكي مثلا ربنا يخليك لينا، او يمدحها او يظهر مدى
حبه له بالكلمات. الزوج هو ممكن يقعد مع زوجته، لكن لا يظهر هذا الزوج، لكن الزوجة في حاجة إلى أن تسمع هذه الكلمة من وقت لآخر. الزوجة في حاجة، الخط اللي بيكتب خط ممكن بعد إذنكم خط 20 عشان أشوفه أنا عشان أقدر أعلق. طبعا يبقى لابد انك تجدد حبك لزوجتك حتى لو بالحديث، او تحول مثلا بالهدايا تهادوا تحابوا، تظهر مدى اهتمامك بيوم مولدها قولا وفعلا. طبعا تعاملها معامله طيبه، تحسن اليها. طبعا عندنا في احاديث كثيره جدا او في بعض المقولات انك لابد انك تود اهلها، لابد ان تحسن اليها، لابد ان تناديها باحب الاسماء اليها، لابد ان حاجات كثيره جدا لابد كل زوج ان هو يتعلمها كي يصير بيته سعاده وهناء وسرور. اعلم ان زوجتك ليست انت، فهي في اختلاف عنك، هي محتاجه لمن لمن يظهرها، لمن يشعر بها، لمن لطفا بالقوانين طبعا. الله يفتح عليكم جميل، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم جميعا. يبقى اعلم ان زوجتك ليست انت، فيها اختلاف، وهذه رحمه من الله عز وجل هذا الاختلاف. لابد ان الزوج يتقبل زوجته على ما هي عليه، ويحسن معاملتها، ويحسن استخدام ما لديها من امكانيات. ماشي معايا؟ وعليكم صحة يا كابتن. لا تظن ان الكارثه قد وقعت عند اي خلاف. وطبعا في المراحل او في الايام الاولانيه او في الشهور الاولانيه من الزواج طبعا لابد يحدث خلاف لا شك ولا محال، لانه بين الزوج والزوجه اختلاف في الطباع، اختلاف في الهوايات، اختلاف في التفكير، اختلاف في كل شيء. فلابد كل منهما يدرك هذا الاختلاف، ولابد ان اي خلاف بينهما يجوز كل من الزوج والزوجه لوضع انسب الحلول لهذا الخلاف. ثاني حاجه من اسباب الخلاف، لابد ان يكون ان الخلاف دوت لا يخرج لاحد. يعني مثلا ايه، الزوج والزوجه طول ما الخلاف بينهما في داخل البيت ولن يطلع عليه احد، فسوف يحل باذن الله. انما لو كل من الزوج تكلم مع صديقه او مع اهله، او الخلاف سوف يكبر وسوف يتعظ او يتعاظم بين الزوجين. حاول تحاشي اثاره الموضوعات التي تثير حساسيه زوجتك. لا انت مثلا انت مش مهتميه بيا، انت مش مهتميه. طبعا انت عارفين ان الزوجه بعد اول ولد بتولده او طبعه او اول مولود بيبقى كل هذا الاهتمام بهذا المولود بيبقى لهذا الصبي. فالزوج بيشعر في هذه الفتره بانه قد اهمل، فيصبح كثير الغضب، هو عايز زوجته ليه، عايز. فلابد ان هو يتحاشى ان هو يشيل حساسيتها انها مش مهتميه بيه، او مش مهتميه بطعامه، او مش مهتميه باكله، او مش معايا. لابد ان هو يتعاون معاها في عمل البيت، يتعاون معاها في افكارها، يتحدث، يجلس معها يتحدث كثيرا. لا تكن معارضا لكل اقتراح او راي يصدر عن زوجتك. لا يعني ما تجعلش الاعتراض على زوجتك على طول، اسمع لها، هي محتاجه انك تسمع لها. ماشي؟ ومحتاجة انك تناقشها، فإن ذلك يؤلمها ويفقدها الإحساس بقيمتها عندك، مما يؤثر على سعادتكم الزوجية. اعلم أن قوامة الرجل على زوجته لا تعني البطش والتعالي والتكبر. قوامة الرجل في إدارة هذا البيت، أن ينفق عليه، أن لا يجعله ينقصه شيء، أن يكون هو قائد هذا او ربان هذا البيت او هذه السفينه. فلابد ان يكون هذه القوامه هي ادارته بالرحمه
وباللطف. طبعا احنا عارفين الآية اللي احنا قرأناها في بدء المحاضرة، ومن آياته، هذه آية وإعجاز من الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ها لتسكنوا إليها. يبقى لازم الزوجة تعلم أنها سكن لزوجها، فإن لم يجد في بيته سكنا فسوف يدور، فسوف يبحث عن سكن آخر. لابد أن تكون له سكنا. ها تعرفون تعلمون ما هو السكن؟ تسكن تشعر بالحب، تدفء إلى هذا البيت سكنا، ومودة. لابد يكون فيهم مودة بينهم، طبعا لابد يكون فيهم بينهم مودة ومحبة. ها ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. الله. وبعد كده مودة فقط لا، لابد أن يشعر كل الآخر، كل من الزوج والزوجة بالرحمة على الآخر. تشعر الزوجة بمدى تعب الزوج في خارج البيت ليجلب لهم الأموال أو لينفق عليهم، فلابد أن تشعر بهذه ويكون في قلبها رحمة. مثلا ان هي مثلا لا تسقط عليه بالطلبات مثلا في البيت. بالنسبه للزوج ان هو لابد يكون رحمه لزوجته، يعلم ان زوجته في 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 هذا البيت هي هي مربيه وهي شغاله وهي 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 وهي، فهي لابد ان يكون لديه رحمه عليها. اعرف طبيعه زوجتك، شوف زوجتك بماذا تحب، ماذا تهوى، ماذا تشعر، ماذا شاركها في كل شيء. اشعر نفسك بالرضا والسعادة معها. لا تتخيل أن امرأة أحسن من زوجتك، لا تتخيل أن زوجتك أن امرأة أي امرأة أحسن من زوجتك لأنك اخترتها. لا تفتش، لا تفتش عن العيوب الخفية. لو زوجتك مثلا تريد أن تخفي عليك عيبا، أو لو أنت شاهدت عيبا فيها وقبلته، فلابد أن لا تفتشه لأحد، أو لا تفتشه لديها، أو لا تظهره إليها. وهذا الكلام أيضا بالنسبة للزوجة، إنها لو لاحظت عيبا في زوجها إن قبلته قبلته، وإلا ها طلبت الانفصال. لكن إن قبلتها لابد أنها لا تفشي هذا العيب ولا تظهره أمامه ولا تعيره به دائما. أسعد زوجتك قدر ما تستطاع. واحنا عارفين ان الزوجة في البيت، الزوجة في البيت مجرد كلمة زي ما احنا نقول بتبسطها بتشرحها، مجرد اطراء بسيط يبسطها، مجرد هدية بسيطة ممكن تبسطها، مجرد انك تاخدها وتفسحها زي ما بيقولوا ممكن ترضيها. لابد انك تغيروا الروتين، لابد ان كل من الزوجين يغير الروتين اليومي، لأن الروتين اليومي الدائم يكسب كل من الزوجين ملل، فلابد أن تكسره، أن يكسر كل من الزوجين هذا الروتين. طبعا الزوجة طبعا لو بتطبخ كل يوم طبيق واحد طبعا الزوج ممكن يطفش، مش كده؟ والزوجة طبعا لو زوج مثلا كل يوم جاي من الشغل عايز ينام ويقوم ياكل ويشرب وينام تاني، طبعا لابد أن هو يكسر هذا الروتين أو العادات السيئة اللي بتجلب على البيوت أو التعب أو المشقة أو العناء. طبعا لابد كل من الزوجين يهتم بنظافته. طبعا الزوج طبعا بيجي من العمل عليه الأتربة وعليه العرق وعليه ما عليه، وقد فلابد أن هو كما زوجته تتزين له لملاقاته يجب أن يتزين لها هو أيضا، يدخل يتوضا كده ويصلي ويحط رائحه ويقعد يبتسم معاها ويلطفها. تخلص من القلق، ما تجعلش احنا زي ما بنقول ما تجعلش مشاكل الكون كلها في بيتك. لابد ان يكون هذا البيت هو السكن والراحه. ان لم تجد هذا الراحه والسكن في البيت فلن تجلس ولن يستقيم هذا البيت. طبعا زي ما الزوجة بتتجمل لزوجها وتقعد تتزين له، الزوج برضو من حق الزوجة ان هي برضو ان الزوج برضو يتزين لها ويتهيأ لها ويحط عطور ويشعر انها ملكة.
ماشي، وتخلص من القلق. لابد ان لو في قلق انت شاعر بيه سواء في هذا في العمل او انت قلق، ما تجيبش هذا القلق او هذا التعب في البيت. لو في قلق في البيت اقعدوا بقدر المستطاع خفوا من هذا توتر هذا القلق او هذا لا تكن سريع الغضب، مش من اول زي ما احنا بنقول ايه، من اول كلمه بيغضب، من اول كلمه بيرفع صوته. لا، الزوج لابد ان هو ايه، طبعا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه، فهو خير الزوج وخير الاهل وخير، وكان يقول انا خيركم لاهلي وانا خيركم لاهله. كانت السيده عائشه رضي الله عنها تقول كان صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله كان يخسف النعت وكان يرقع الثوب وكان يلاعب الأولاد وكان فإذا ما قانا نودي للصلاة كأننا لا نعلمه ولا هو يعلمنا. ها يعني كل شيء له وقته. طبعا الله يفتح عليك أستاذ محمد، ربنا يبارك فيك. طبعا احنا بنقول الزوجة دي عاملة زي الزهرة، لابد انك تسقيها تملي او تديها الماء وتعرضها للشمس والهواء كي تنبت وكي تزهر. انما الزوج دوت لو ما فيش ماء ولا هواء ولا كلمات طيبه، طبعا الزوج هتشك طبعا بالشوكها، ها طبعا هتتضجر. طبعا لا تحتفظ بسجارات الالم، طبعا لو في حصل بينكم مشادات ما تحملهاش لوقت طويل، او زي ما تقول ايه ما تخليهاش في ذكرى او في يعني تناساها معايا. ابتغي الاجر من الله. طبعا عندنا صلى الله عليه وسلم لما اقول ايه، قال صلى الله عليه وسلم ان في بضع احدكم لصدقه. قالوا يا رسول الله، أو يعني الزوج لو بيجامع زوجته هل في ذلك صدقة؟ قال نعم. أو علمت أنه لو وضعها في الحرام أكان يعاقب عليه؟ قال نعم. قال كذلك إن وضعها في الحلال فهو يثاب عليها. يبقى لازم تبتغي الأجر في، ولابد دول أفضل الصدقة، أفضل الصدقة وأعظم صدقة هي لقمة تضعها في فم زوجتك. يعني اعظم الصدقات اللي انت ممكن تعملها انك تحط لقمه في بق في زوجتك تطعمها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له قصص رائعه مع زوجاته، كان يطعم السيده عائشه في فمها وكان يقبلها دائما. تخلص من التصورات الخاطئه عن النساء، ان النساء سيئات، ان النساء اللي احنا بنتفرج عليهم في التلفاز وقلنا صور اللي عايزه بالله تجعل الانسان يحض عن الزواج وتحض عن النساء ويحض عن الفضيله. تخلص من هذا التصور خاطئ دائما وابدا، فان النساء هم رحمه للازواج، هم رحمه البيت، هم رحمه الدنيا للانسان، هم رحمه الله عز وجل لادم نفسه. لا تنتظر السقامة والفشل، ما تنتظرش، انت اجعل حياتك متجددة دائما وابدا. غير في حياتك، اسعد بزوجتك، اسعد بها واجعلها تسعد بك، تفاءل. تمام. عليك بالصمت. الصمت بقى هنا بقى ايه؟ الصمت هنا ايه؟ يعني مش هتدخل البيت صامت وتخرج من البيت صامت، طبعا مش هينفع. يبقى عليك بالصمت اذا فشى الخلاف بين الزوجين، فعليك أن تترك زوجتك لفترة حتى تهدأ. وللزوجة إن رأت زوجها ثائرا فعليها أن تهدأ وتسكن حتى يهدأ. معي؟ طبعا احنا لنا في قصة جميلة جدا، إن زوجين في دول أوروبية بلغوا مبلغا عظيما من العمر، حوالي 90 سنة، فسألوا الزوج أنت ما يعني فيش خلاف بينك وبين زوجتك ابدا، ايه اللي اللي عملتوه؟ قال له كلمه جميله جدا، قال له انا اتفقت معاها منذ الزواج اني انا لو زعلان او انا غضبان، لو انا غضبان هي تدخل المطبخ معايا، وانا وهي لو غضبانه انا اخرج بره في الحديقه واقعد لغايه ما تهدأ.
قالوا ها وانتوا عارف، قالوا انا بقالي 90 سنه قاعد في الحديقه لغايه دلوقتي. يعني هو لا بتقول ايه معايا؟ اجتنب النقد العقيم، مش تقعد دائما وابدا تنتقد زوجاتك، انت ما بتعمليش، انت ما بتعمليش، انت ما بتعمليش. وبنفس هذا الكلام لابد ان الزوجه لا تنتقد زوجها على طول، انت ما بتجيبلناش ما بتجيبلناش. ولابد انك زي ما احنا بنقول ايه، هي تراعي ظروفه وهو يراعي ظروفها. هنجد في هذه رحمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ اكرم. لا تكن زوجا جاهلا. ايه زوجا جاهلا؟ ايه لا تكن زوجا جاهلا؟ عايز حد بقى يفسر لي الكلمه دي. اولا لابد ان تعلم، لابد ان تعلم طوائع زوجتك، لابد ان تتعلم كيف تعامل زوجتك، لابد ان تتعلم كيف تربي اولادك، لابد ان تتعلم كيف تحسن زوجتك، لابد ان تتعلم ما هي الظروف التي تمتنع عنك زوجتك، لابد ان تتعلم او الزوج والزوجه، مش احنا بنقول الزوج بس، احنا لابد يكون لكل منهما، لابد ان يتعلم كل منهما عن الشخص الاخر، يعلم عنه كل شيء. لا تحاول فرض رايك بالقوه. هي طبعا احنا عارفينها معظم الزوجات هتبقى الراي بتاعك، بس هيبقى فيه ضيق وضجر وعدم قبول. لكن لو انت بالمناقشه، بالمحايله زي ما بيقولوا، بالمسايسه، بالود، بالمحبه، هتجد انها قد تسمع وقد تكون راضيه وقد تقتنع. لا تعد لا تعد نفسك بالافكار، او لا تغذي نفسك بالافكار السوداء. تملي، لابد انك تملي افكارك تكون في سرور وسعاده. لوم نفسك اولا، يعني ما تحملش الزوجه كل زي ما احنا بنقول ايه، الاولاد ما ذاكروش، الاولاد ما لبسوش، الاولاد ما فيش هدوم في البيت، ما فيش البيت مش غير نظيف. طب قوم ساعدها، المطبخ غير منظم. لابد يكون هو الزواج هو مشاركه ومعاونه بين كل منهما. زي ما الزوج كده ما بيتعب وبيقعد في البيت مثلا، هي بتبقى قاعده سهرانه على راحته، بتبقى ازاي تطعمه، ازاي تسقيه، ازاي تشفيه. هو برضه لابد ان هي في نفس الموقف دوت هو يحاول يساعد زوجته بقدر المستطاع. معاشي، تشارك مع زوجتك في الاعمال الخيريه او في الاعمال المنزليه ايضا. معايا؟ شارك زوجتك متعتها. طيب تعالوا بقى نشوف بقى كده كيف يشارك الزوج زوجته متعتها. ها مثلا لو تشوف ماذا تهوى زوجتك. ماشي، جميل، الله يفتح عليك استاذ اكرم. شاركها اهتمامات، لو بتحب القرايه اقرا معاها، او لا ناقشها في الكتاب اللي هي بتقرا فيه. لو هي مثلا بتهوى الطبيخ مثلا او الطبخ، خش معاها وشاركها في الطبيخ، او ساعدها قول لها علميني، كلميني. ايوه، شاركها في كل شيء، لابد انها تشعر انها جزء منك وانت جزء منها. شاركها في كل شيء، لما تكون حتى بتشاهد التلفاز لابد يكون في حوار بينكم. لابد ان هي لما بتعمل شيء لابد يكون في حوار بينكم. لما يكون في مثلا زي ما تقول ايه الميزانيه بتاعت البيت، طبعا هي بتبقى مع الزوج دائما وابدا، لابد ان الزوج يشركها في احنا هنعمل كذا، هنسوي ايه، عايزين نشارك. يبقى في تشعر انها هي جزء منك. ثق بزوجتك دائما وابدا، لان عدم الثقه بالزوجه بيربي في الزوج مقدار الغيره العاليه، او او الوسواس، او بيربي عند الزوج شيء سيء جدا. لابد ان هو يثق بها بزوجته ثقه تامه، وهي لابد ان الزوجه تثق بزوجها ثقه تامه. كن متقبله للتغيير، لو في شيء هي طبعا احنا عارفين الزوجات تملي، بتحب تغير في البيت، تحب شيء، كون متقبل وشاركها في هذا الامر. ماشي، لا الزوجه تكون مرافقه طبعا، لكن تابعه. احنا مش جايبين خادمه ولا لا، ده بيت بيتنشئ، لابد يكون له دعائم. هذه الدعائم يجب ان تكون متساويه، لابد ان تكون متكافئه، لابد ان تكون بقدر على قدر المساواه.
انما ليس بينهما زي ما نقول ايه سيد وعبيد، لا ابدا. لابد الاحترام طبعا، لابد يكون في بين الزوج والزوجه، سبحانه سبحانه جعل الزوج في غرفه النوم هو كهي التصق، كل منهما التصق بالاخر حتى صار نفسا واحده، صار كل منهما كانه ايه كانهم واحد. طبعا فلا بد ان عشان تتم هذه وهذا البيت على الرحمه، لابد ان يثق كل منهما في الاخر، لابد ان كل واحد يعلم من الاخر ما يسعده ويفعله. مارس السعاده، مارس كلمه مارس السعاده الزوجيه دي، يعني كاين يعني نقول ايه السعاده نفسها انت اللي بتخلقها، انت اللي بتعملها، زي التمارين الرياضيه او التمارين لابد انك تمارسها دائما عشان تشعر بيها. اخف عن زوجتك، تعالي مثلا هنخرج بره اليوم، تعالي نتفسح بره اليوم دول، احنا بقى لنا اسبوع او بقى لنا شهرين ما كناش بره، تعالي نتفسح، ناخد الاولاد ونخرج بيهم بره، تعالي نزور اهلك، تعالي وهكذا. لابد انك تمارس السعاده، اجعل الزوج او الزوجه الذكيه او الزوج الذكي ان هو يجعل بيته هو مصدر السعاده والسرور عنده. ده طبعا لابد ان يبدلوا حياتهم في كل شيء، في المعامله، في الكلام، التغيب قليلا. هنا بالنسبه للزوج، طبعا في بعض الازواج زي حالاتي كده، بسم الله ما شاء الله، بيتوتين. يعني ايه بيتوتين؟ بيجي من الشغل يقعد في البيت لغايه ما الناس تزهق منه في البيت، واخدين بالكم؟ لابد انه برضه يديها فرصه، يديها فرصه، يديها فرصه وراحه من الاعمال، يا اما تشاركها بيها، لو قالت لك لا حاول اخرج بره شويه 10 دقائق وربع ساعه ورجع لها تاني، تشعر بالشوق الايه؟ لو هي مش عارفه تشوف بالشوق في خلال العمل وغيابك عنهم خلال العمل، غيب شويه وترجع لها معايا، ولما ترجع ارجع لها بهديه، ارجع لها بحاجه تسرها، ادخل عليا بسرور، ماشي معايا؟ اجعل لك اهدافا عليا في الحياه. ايه هي الاهداف العليا في اللي احنا بنسعى بها للزواج؟ مين يقول لي؟ ايه هي الاهداف العليا اللي بنسعى بها في 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 الزواج؟ اول هدف من الاهداف العليا في البيت على طاعه الله، على تكوين ثمره طيبه، على تكوين اسره طيبه، على خلق جيل قوي. طبعا المراه هي جنه الرجل، وزي ما بيقولوا هي جنته هو ناره، ماشي؟ ان عمل صالحا كانت جنته، ان عمل صالحا كانت ناره، ماشي؟ اصلاح الابناء جميل. لابد ان انا اجعل من الزواج بتاعي هدف، اللي هو ده الهدف العليا، ماشي؟ وطبعا احنا عارفين كان بغية كل من الصحابه والتابعين انهم يخرجوا انسان حامل لكتاب الله، حافظ لكتاب وحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعامل الناس حقوقا. واخيرا كن دائما الاتصال بربك، كيف تسعد زوجتك؟ كيف تسعدين زوجك؟ طيب نسال كل واحده من المتزوجين هنا، كيف تسعد زوجتك؟ كل الرجال، هنتكلم على الرجال، كل راجل، كل راجل موجود في القاعه يقول لي كيف تسعد زوجتك؟ المتجوز مش متجوز عشان ده انت في طريق الزواج، ماشي؟ الرجال هنتكلم دلوقتي، انا منتظر منكم كلام، كيف تسعد زوجتك؟ اختار، ماشي جميل، بسم الله صدقكم، بسم الله ما شاء الله، ايه تاني؟ ايه تاني؟ انتظر، واجيب لها كل يوم هديه، لا لا ده انت كده هتفلس السيد، كده هتفلس، طيب ماشي، وليكن حتى لو هديه بسيطه، حتى لو ورده زي ما بيقولوا، لو حتى كلمه طيبه هتبقى جميل، تشهدها بالامان، الله هي محتاجه بالله، هي محتاجه ديت، هي محتاجه، هي الزوجه خرجت من بيت ابيها الى من يحميها. هي تحتاج الى
زوج وأخ تشاوره ماشي. الزوجة في بيت زوجها محتاجة لكل من أب، فلا بد أن يكون زوج أب لها، يعني محتاجة أخ تشاوره، ولا بد أن يكون زوج أخ لها، ولا يكون حبيب لها. الزوجة محتاجة للأمان، محتاجة الأب ليها، محتاجة الأخ ليها، محتاجة زوج ليها، فأنت كن لها كل هذا. طيب بالنسبة للبنات والسيدات الموجودة في القاعة، هتقول كل واحدة كيف تسعدين زوجك. يلا على صلى الله عليه وسلم، ربنا يبارك فيك سيدنا مجدي، ربنا نورتنا سيدنا مجدي. ها كل زوجة هتقول لي في القاعة، كل زوجة كيف تسعدين زوجك. طيب ماشي انا مطلع. حلو كان اهتم باكله ولبسه. طب كف لايك عليه جميل، بسم الله ما شاء الله. ايه تاني؟ ولو قلل والله عليك، بسم الله ما شاء الله جميل. وبعدين ولو قلل من شانيه جميل زي الفل. ايه تاني؟ عايزين كيف تسلمي زوجك. بس كده؟ اقول لكم بقى، اقول لكم حديث السيده عائشه رضي الله عنها لما قالت ان الزوجه هي خازنه بيته، مرضعه اولاده، هي ايه؟ هي حاميه. يبقى الزوج يجب الحضن، او لابد يجد السكينه، يجد الرحمه، يجد الهدوء، يجد الموده، كل دوت الزوج لابد ان الزوج يوفره معايا. طيب احنا دلوقتي في ظروف اقتصاديه الطيبه بتاعتنا ديت، وكل من الزوجين يعملان، كيف يتفاهم الزوجين مع بعضهم البعض؟ كيف يتفاهم الزوجين عاملين؟ طب احنا كنا بنتكلم كل دوت على الزوج اللي هو بيعمل، والزوج اعلى في البيت بتقيم شؤون البيت. لكن دلوقتي الزوج بيعمل والزوجه بيعمل، هو بيتعب وهي بتتعب، وكل منهما لابد ان كل منهما يتفاهم لعمل الاخر، ولا ينقل هذا العمل داخل البيت او مشاكل هذا العمل داخل البيت، لابد ان يكون داخل هذا البيت للبيت وللاولاد. تقاسم المهام. طب لابد الزوج والزوجه يتقاسموا في المهيات، كل منهما يضع ميزانيه للبيت بالمشاركه مع بعضهم. يتحدوا مع بعضهم في كل ميزانيه خاصه بالبيت، يتفق عليها ويحددها ماشي كل منهم. لابد ان كل منهما يتفاهم الظروف في العمل الاخر، لان الزوجه طبعا لو جت مجهده طبعا مش هتعد الطعام. طب لو زوجك مثلا واخد كان في اجازه او قاعد، ممكن مش هقول عيب ان هو يوم يطبخ مثلا او يعمل طعام او يجهز طعام، مش ده ولما في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسن ان هو كان في خدمه اهله. التخطيط الجيد المنظم، كل بيت اسباب تؤدي الى سعاده في البيت. دلوقتي نرجع بقى نقعد مع بعضينا كده فتره نتكلم عن الى انتهينا المحاضره باذن الله. هنتكلم عن الكتاب اللي انا عرضت او الكتاب اللي انا اديته المره اللي فاتت، كان الموضوع ايه؟ احنا عايزين نعرف دور الانظمه التمثيليه في تكوين شخصيه الانسان. طب ايه؟ طب انا عايز اعرف، حد يعرفني ما هي ما معنى انظمه تمثيليه للانسان؟ النظام التمثيلي هو النظام الذي يتلقى فطري. لا انا هقول لك يا عبد الله تمام يا استاذ راوي. النظام التمثيلي هو النظام الذي بيتلقى من خلال الانسان المعلومات، والانسان بيتلقى المعلومات من خلال الحواس الخمس. بيتلقى هذه المعلومات من خلال الحواس الخمس، سواء السمع او البصر او الاحساس. وكل انسان، كل حاسه لها تاثير قوي على هذا الانسان،
تمثل نظام التمثيلي. لو كانت حاسة البصر هي المؤثرة أو هي المسيطرة على الإنسان في استقبال المعلومات، كان هذا الإنسان بصري. أما إذا كان السمع هو المدخل أو الأساسي أو عملية استقبال المعلومات، كانت السمع كان الإنسان هذا سمعي. أما الإنسان الذي يتقبل هذه المعلومات من خلال الحواس أو الشعور أو الإحساس، بنتحدث بنقول إنه هذا الإنسان إنسان حسي. طب إيه دور كل من الأنظمة التمثيلية دي في خلال تكوين شخصية الإنسان؟ إيه دور كل أنظمة طبعا من خلال كل نظام من الأنظمة التمثيلية لها مميزات للإنسان. فاحنا عارفين ان الانسان البصري هو بيدرك كل شيء من خلال البصر، ومن خلال الالوان، ومن خلال الاشكال، ومن خلال وله صفات معينه. بنادي لهم انه سريع التنفس، انه سريع التحدث، انسان احنا بنقول ايه انسان نشط زي معايا. الانسان السمعي هو انسان بيتقبل المعلومه ببطء، بياخدها من خلال البوق، بيجدد نفسه هادي. طب ايه هنفيدنا من خلال معرفه النظام التمثيلي ده في خلال موضوع الزواج دوت، زواج البيت، ان كل من الزوجين متى عرف الانسان النظام التمثيلي لزوجته وجد وسيله سهله وميسوره للوصول الى زوجته والحديث اليها. فلابد ان الزوجه تعلم نظام تمثيلي لزوجها، هل هو نظام سمعي او نظام بصري او نظام حسي. والزوجة ايضا لابد ان يعرف كل منهما نظام تمثيلي لكل من الزوجين، فيجب يسر وسهوله معايا. طيب ايه بقى اهميه اللي احنا بنتكلم عن الخمس علاقات اللي احنا اتكلمناهم عنهم، ايه اهميه النظام التمثيلي او معرفه النظام التمثيلي في تكوين شخصيه الانسان؟ متى عرفنا النظام التمثيلي للإنسان عرفنا متى أو طرق استقبال الإنسان للمعلومات، فنعطيه المعلومات كما يريدها سواء بالطريقة البصرية، الطريقة السمعية، أو الطريقة الحسية. ولابد من كل أم تدرك مدى النظام التمثيلي لطفلها كي تبلغه أو توصل له معلوماته أو تبلغه أو تديله معلومات أو تشكل سلوكه من خلال هذا النظام التمثيلي. معايا؟ طيب أنا دلوقتي هعمل حديكم برضو كتاب بسيط جدا، وقلبه المكتوب إيه رأيكم؟ هنقراه ونحاول نتناقش فيه المرة الجاية بإذن الله. وأنا قلت إن بس المرة دي بقى هيكون كبير شوية، لأن الكتاب ده آخر كتاب أدعمه الدكتور إبراهيم الشقي، وهذا الكتاب يعني يعد يعني فعلا بسم الله ما شاء الله يعد رائع في الاداره، رائع في لو اتخذه كل انسان اصبح قائدا عظيما بسم الله ما شاء الله عليه. الكتاب هضع له الرابط وحاول تفتحوه. الكتاب اللي عمله الدكتور ابراهيم الفقي اسمه اسرار قارئ التميز، اسرار قارئ التميز كيف تصبح قائدا مميزا. الكتاب هيبقى في حدود حاجه و60 ورقه بسم الله ما شاء الله، يعني هتاخدوا متعه في قراءته ومتعه في استخدامه. اتمنى انكم تقروا هذا الكتاب او الكتيب،